يعني راح اذكر لك مثال بسيط يمكن الاستاذ عمر راح يوافقنا الراي، كون احنا اثنيناتنا يعني من سامراء والمدخل الشمالي لمدينه بغداد احنا على طول نمر به. المدخل الشمالي لحتى هاي اللحظه لم يكتمل، ما من المعقول يعني هذا الشارع يطول، يعني من شو وقت اعلن السيد رئيس الوزراء اعاده تاهيله لحد هاي اللحظه لم يكتمل، لحد هاي اللحظه الناس تعاني بهذا الطريق. مدخل بغداد الشمالي لحد الان يعني ما بينت فت صوره حقيقيه للاعمار مالته. اكو التلكؤات، احنا ما نعرف هاي شنو المشكله بهذه التلكؤات. عندك ميزانيه انفجاريه، عندك دعم كامل، لا وجود لمعارضه حقيقيه على الارض، لا اكو تظاهرات تطلع ضدك، لا اكو قوة معارضة ولا اكو برلمان يشتغل بالضد منك، بالتالي كل الاجواء المحيطه بك هي اجواء تساعد على الانجاز. حلو. لكن لحد الان الانجاز ما موجود. ليش الانجاز ما موجود لحد الان؟ ما نعرف. بلكي الادوات يعني ما تساعده ما تساهمه، يعني مثلا ادوات الوزارات، ادوات المؤسسات، ادوات استاذ عدي، اي اهم اداه هي المال. اهم اداه هي المال، عندك مال تقدر تسوي كل شيء، وهذه الاداه موجوده رغم انه الميزانيه لحد الان مثل كره البينج بونج لحد الان يرجعوها للبرلمان ويعترضون عليها ويطعنون بها والحكومه ترجعها، فيمكن لحد هذه اللحظه لم تطلق اموال الميزانيه بسبب انه الدوله الحكومه نقضت 12 ماده وافقت المحكمه الاتحاديه على 6 موارد فقط من هذه الطعنة. ناس غير أسباب، ما أدري، ناس تقول أصلاً ماكو كتلة نقدية، فلوس ماكو، ما أعرف. لا بالنسبة للكتلة النقدية، الكتلة النقدية موجودة. خير. الكتلة النقدية موجودة. على الأقل شيء إيجابي تطمن بالمواطن، والله مو كل سلبي. مرات يقول لك الفقر مشكلة والغنى أيضاً يصبح مشكلة. أيوه. اليوم إحنا عندنا أكبر مشاكلنا إنه إحنا عندنا فلوس. هذه الفلوس احنا قاعد نهربها للخارج، يعني مو احنا كشعب، لا القوة